السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كرم النجار من اسكندرية. حلقة النهاردة حلقة ذبابي الجندي الأسود أو باختصار البي اس اف. طبعا احنا كنا عاملين فيديوهات بقالنا سنة ونص، أول ما عملت الفيديوهات الناس ما كانتش متقبلة على الذباب والإرقاق، هل حلال أم حرام الفراخ أو السمك ياكلوا الإرقاق دي ولا لأ؟ ففي ناس طبعا استقلوا شيوخ وتعلموا وعملوا ابحاث او شافوا الدول الاسلاميه مثلا زي دوله اندونيسيا، ماليزيا، شغالين بالنظام دوت. النهارده الحمد لله رب العالمين، فرحان ان في ناس في السعوديه بيطلبوا مني بيض يرقات ذبابه الجندي الاسود. انا ببعت لها الحاجه دي مع شخص، ودينا السعوديه، ودينا الامارات، ودينا العراق، ودينا ليبيا، ودينا موريتانيا، والحمد لله رب العالمين. بس لغايه دلوقتي عشان مشوار كورونا، دولتين بس نفسي اودي لهم طبعا، تونس والاردن هما مقفولين، هما والكويت، عشان الكويت بيعملوا حاجه اسمها ترانزيت، واحنا بنبعت الحاجه دي في خلال 3 ايام 4 ايام لازم تبقى في ايد العميل. احنا بنسحب البيت بي اس اف، بنبعته اي حد مسافر راح السعوديه بياخد الحاجه دي معانا. طبعا اللي بيطلب مني الحاجه بيبقى عنده مثلا واحد في مصر هنا، صاحبه او جاره او صاحبه شغال عنده، واحد مصري كده يعني بياخد الحاجه دي بيعدي بياخدها معاه. والحمد لله انا شايف النهارده فكر الناس تطور. يعني الاول لما كنت اكلم مثلا حد يقول لي هو ايه البي اس اف، طبعا من كتر الفيديوهات والحمد لله رب العالمين انا بتعلم زي ما قلت لكم من البدايه خالص، بتعلم مع ناس من اندونيسيا، ودلوقتي بتعلم من ناس من اندونيسيا. طبعا مترجمات في التليفون مظبطه الدنيا معايا الحمد لله رب العالمين. فانا شايفها انتشرت تكرار. طبعا اكتر حاجه في الناس بيوجهوها معايا اخدوا مني وبيراقبوا بيطلعوا انتاج كويس، اكتر حاجه مطلوبه مني ايه اللي بيخلي الذبابه تيجي تبيض. فنسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، هنوريكم اقوى من مش اقوى من اقوى جازم الذباب عشان تجبرها تبيض عندك. في طرق ياما، انا بوريك احدى الطرق، انا بوريك احلى الطرق واسهل الطرق، بس هي بتقعد يومين عشان تتحضر كالاتي. يلا بينا، احنا بنجيب فيجيتار او خميره فوريه، يا ده موجود خميره فوريه او خميره اللي هي الكتل، ما فيش اشكال. احنا بنعمل كالاتي، نجيب ثعلب فراخ، على الفراخ بنحطه كده بالمقدار الجاذب اللي عندك، مقدار الجاذب اللي انت عندك، مثلا بتشغل كيلو، بتشغل نص كيلو، بتشغل ربع كيلو، بتشغل 10 كيلو. انا بحط اسرع حاجة، طبعا ده افضل من ده، بس لو ما فيش حد عنده خميرة بيستعمل فيجيتار بس بارد، اهو نص كيس عشان الكيس كتير. تمام، وهنقلب كده على الناشف. وبعد كده بنجيب ميه، نقلبها ايه، نفضل التقليب كويس. انت بقى ايه على حسب نظرك للحاجه دي، ما تخليش فيه حته ناشفه زي كده، تعجنها كويس ولا تزود ميه ولا تقلل ميه. طب وبعدين طبعا الذباب اللي بيطير دوت حوالين منك ده ذبابة الجندي الاسود مش ذبابة المنزل. طبعا ذبابة المنزل دي بتلاقيها في المزارع باستمرار، علشان دبيتين
بس ما بي... مش بيأثروا على الشغل بتاعنا، اللي هي دورة حياة ذبابة المنزل 4 أيام، بتبقى دودة بتبقى بيض، قبل ما تيجي تطير يكون العلاقات البي اس اف قفلتها. تمام؟ احنا زي ما قلنا كده اهو عملناها زي الهريسة اهو، خلاص هنسيبها لتاني يوم تبقى شكلها زي دي بالظبط اهو. طب وبعدين احنا هنفركها كده في واحد جرب يحط في عصاير بطعم الموز عصير، انا بقول له حط جيب موز، الموز في اي دوله في العالم موجود تتوفر يعني، مش هقول لك بقى حاجه غريبه. هو استسهل قال لك لا انا بقى بدل ما اجيب موز واضربه في الخلاط اروح اجيب بنكهه الموز. انت مش هتضحك على البشر انما ما تضحكش على الذبابه، يعني تضحك على القطه تاكل اللانشون بس ما تضحكش على القطه تخليها تاكل اللانشون، ان اللانشون اساسا مش لحمه. مقصود من كلامي ان انت مش هتعرف تضحك على الحشره. هنجيب الخلاط ده وهنجيب موز، هنجيب الموز هنقطع، واحنا بنقطع كده اهو بنقطع الموز حاول على قد ما تقدر تبقى خفيفة، الشرايح دي خفيفة، أو بعد ما تخلص تعملها خفيفة كده. نسيت بقى أجيب السكينة وتروح تجيب الموز. بص يا جماعة تروح تجيب الموز العالي اللي هو البايظ اللي عند الراجل. يعني انا رحت قلت له عايز شويه موز بايظين، هو عارفني انا بروح ايه اخد منه تفاح ساعات، قلت له البايظ 4 موزات، القش بتاعهم ما نحطوش في الخلاط، هيتعب الخلاط واحنا محتاجينه اساسا، احنا محتاجينه. هنعمل عصير، احنا هنعمل عصير موز، محدش بقى زي ما قلت يروح يجيب حاجات عصاير بنكهة الموز. وقته بقى ايه؟ التليفون شوية، بسم الله. صوروا على طول اللي بعد ايه؟ بعد الفيديو ده اهو خلاص. هنعمل ايه بقى في الكلام ده؟ نجيب العلف القديم اللي هو بتاع امبارح طبعا في جوازب كويسه، بس طبعا لازم تجيبها من مكان موثوق منه، ولازم تفكرها عندك شغل بقى ايه، كليه زراعه وكليه علوم، واحنا مش قد الكلام ده خالص، احنا شغالين تيتا تيتا مع بعضينا. ده عصير
العصير الموز. صفيه كده على الاخر، كل قطره احنا محتاجين لها. هنيجي كده اهو، طيب الجاز ده احنا بنعمله كل قد ايه؟ طبعا انت ليك حاسه شم، تشمها؟ طبعا الذبابه ليها حاسه الشم اكتر مننا ب 10 اضعاف. انت كل يوم تحط نقطه ميه وقلب، نقطه ميه وقلب، حط شويه موز، عصير موز وقلب، ده الافضل من الميه طبعا. ولو الحاجه دي نشفت يعني، لو بقت موزه كده، حط شويه علف متخمرين اهو. بصوا يا جماعه ده افضل جاذب للذباب، ده من رايي انا. احنا هنستنى كده واحده واحده اهو. هو لو محدش عايز يحطه عادي، بس طبعا القشر الموز بيساعد على اسرع. معلش بقى ما قفلناش التليفون بتاعنا كده، وهنوريكم في الاخر شكلها عامل ازاي. استنى بس نكنسل على الراجل ده بعد اذنكم. خلي بالكم والله يا جماعه، انا اللي بيتصل بيا على طول، انا ما بقفلش تليفوناتي، بس رجاء يعني اللي بيتصل بيتصل صبح بدري، توقيت مصر الساعة 9 الصبح، وهو ايه بالليل للضرورة، والدردشة من 7 ل 9، الساعتين دول. وأفضل تواصل معانا طبعا على الواتس، أنا هكتب لكم في اسم الاعلان الواتس بتاعي، تواصل معايا وندردش مع بعضينا. شوف انت في انهي دوله، ونبعت لك ان شاء الله بي اس اف مع العلامه. يعني انا ببيع لك الكيلو، ببيع لك الجرام بالعلامه، هعلمك لوجه الله يعني، غير الكومنت والفيديوهات بتاعتنا. ده بصوا يا جماعه، ده افضل جاذب من رايي على وجه الارض في شغلتنا، في شغلتنا مع التجديد. يعني مع التجديد ازاي؟ اللي انت تجدد شغلك كده. احنا مش منتهي، في جوازة تانية وفي طرق كتيرة. اللي انت محتار فيه تبقى في التعليقات، انا عايز كذا، بس كون طبعا انت ربيت وخدت التجربة ومتعطل، انا ممكن اعمل لك فيديو كامل باسمك كمان، واقول لك كذا كذا كذا. في ناس طبعا قالوا لي انا مربي في الشقه، هنعمل ايه في الشقه دي؟ قلت لهم مربي في المطبخ، تربيه البي اس ايه في المطبخ، مكان صغير وتربي في الصاله، اللي رقاب تجهيز اللي رقاب. وفي فيديو كمان هنعمله